يقدم لكم هذا البرنامج بمساهمة ميزيدور وإير دوريش بوند. هيا وعندك هذا نائب الرئيس. نائب الرئيس أمر بقوة الخير ومش راعي يكون وزير. إيه وزير أعطيك توا أو أخذ الزين على الإحدى. أعطيك توا أو أخذ الزين على الإحدى. وأنا رشكون خلاك مصيبتي يا الخسلان طيبين بيا كيش ترن تصبر السلام يا سلام. هاي 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 هادشي براج تبارك الله عليك السي احمد هادشي جي اي 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 كي جاك المكتب ما نخافش عليك انت في المدينه تاع الشوش المدينه حتى انا خطيتيني غنضرب لي الملا غنضربو يا تلفه معلوم 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 هادشي زين هادشي والبيجي منين جبتو؟ بيجي في حمر كان عندنا حنا شي بيجي فين؟ ياك حنا خدامين عبدي مع سيدي ربي الحمد لله السيد اللي كتعطينا الرخصه باش يدي بيع هادشي ديال الافريشه هو اللي تفور عليا بهذا الزرابي وتفور عليا بهذا الفوتويا رحموني اللي كنت دخل لي داك العام داك السيد هي هي الله عمر الهضره هادشي اللي جاب صاحبي هادشي شي حاجه جابها راه دوزتها للدار كيما ما عندها علاقه والمكتب القديم هنا المكتب القديم سوتو صيفطو للدار هذا داري محتاج صيفطو المقر ديال الحزمه اللي دويت معاه واش دابا انت بغيتو وزير فابور اشري رحنا خدامين رحنا تخيط اميطي على قبل باش حتى تكون وزير انت كتقول لي غنصيفطو للدار صيفطو لي المقر ديال صافي سيدي غنصيفطو هو الحويجات الاخرين يلاه بقى على خاطرك تما قال لي هذاك الشيء تما راه البارح عييت ما نخمم في داك الشيء ما فهمت فيه والو الله يرجع لك قال ديال الوريقات انا راني غادي نمشي نشوف اليوم عندنا الزياره ديال هذاك الميريكان اللي غيجي شي ديال الكره هذاك رئيس اتحاد كره القدم ديال امريكا هذاك راه مهمه هذيك راه هو شي فوزي القجع ديال المغرب هذاك فيرسيو امريكا هذاك هو اللي غنربحو مع تبارك الله هذاك هو فوزي الميريكان ان شاء الله هذا هو اللي غنضربو معاه يدير لها الضريبه شوف سلالالي نعم احنا كيفاش خدامين؟ خدامين بالعلال الحمد لله اسمع لي يا مزيان شوف نعم انا غادي نحمر لك وجهك شتي مني غادي يجي انت وياه ان شاء الله غادي تلقاو الجماعه في واحد الحله جميله اللقاء والاستقبال ديالو غيكون من برا سير الله يرضي عليك انا راضي عليك ما حد راضي عليك راك غادي مزيان وحنا كلشي عندنا بالعلال كيف العلال؟ تفضل تفضل سير العلال صور لي ديك الوريقات وما تنساش شكرا سير العلالي تبارك الله عليك اختي العلالي مسكين والله العظيم كل ما كان غيديرني وزير ما عمرو غيلقى شي نائب رئيس بحالي هذا يا اخي حبيبه ديالي كويده اش 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 وغي شكون وشكون وفي الاخر دري مع المرشحات لا هذاك الشيء كان غير تمويه راه غير بالعالي دايره باش الناس يدوخوا ما عرفوش بان كاين عندنا علاقه بلاطونيه انا وياك والله العظيم ما كاين شي غش ولا كاين شي طحرميات انا كنت باغي ندير معاك وشكون درتو شحال هذيك وراه كلشي سايق لينا الخبر باننا عندنا علاقه ثقي بيا وعلاش مخبي عليهم علاقتنا ماشي مخبي عليهم علاقتنا انا غير قلت زعما حتى يجي الوقت المناسب باش نقدر نفتح ولادي لانك تحول الخيف من العين خيف من السحور كون قلتها لك عرفتي هنايا في الجامعه ورا السحور راه كاين شي وحدين مقابلين هادشي كاين شي عيالات هنا الله غالب على السحور وكاع الناس السحارة كلهم شوافات فقلت انا داكشي بقى مستور وثانيا انا راه ما كنتش غنهضر معاهم حتى ابراهيم فتحهم في الموضوع شكون هاد ابراهيم شكون ابراهيم اللي عندي في القهوه تجلس انا وياه هو اللي فتح الباب هاي 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 وشد عليا النميمة في القهوة وكتجمع بيا اش من النميمة اش من النميمة السيد خدام عندي في القهوة فين غنهضر معاه غنهضر معاه في راس الدرب غنهضر معاه في القهوة الله يهديك شي انا هاد الخدمة كلها مخليها لك كنستقل سيدي وشتي هادي الاستقالة ديالي واعطيها للرئيس ليلى ليلى حرام عليك ليلى 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 انا انا نائب الرئيس كتخبر اخويا كمال دوماش عرفتي دازك الماتش الكره هنا ولا بلا بلا القهوه مقلوبه ماركا جياش البيت عرفتي القهوه واش هادي دوماش والله مع الخدمه والدنيا
نيت ما جيتيش موكو راكو خسرنا. شنو نعطي خويا الشغل؟ كاتيني بكوف اليوم عطينا شي اوغازوس من عندك مزيان. اوغازوس دابا عرفتي شنو هو؟ عندنا واحد البروموشن مزيان ديال لافليسيرو. عندنا هذاك الصفيفر ديال السيترون، كاين الاخضر، كاين الاحمر، كاين هذاك ديال الامونت مزيون، هذاك ديال الرمان نعطيك كنشرب هنا المعده مزيان. واه شنو نعطي خويا؟ عرفتي اش دير؟ عطينيها من عندك. من عندي انا نعطيك الصفر اللي عندي. عطيني حتى الخضر. ميسي وي ميسي تليفون واش النمره من اسبانيا هذه؟ الو سي سي انجيلوتي انجيلوتي شايف يا انجيلوتي لونترينور ديال ريال سافا سافا وي غادي تخلي لنا داك اللاعب داك ابراهيم ابراهيم دياز عطيه لينا راه هو موافق باش يجي للمغرب وحنا ترحبوا به عرفتي راه غادي يدير الخبله بلا اديوس اديوس ازيلوتي تي داكور داكور او روفوار او روفوار روفوار واسي ميسي بعد ما دويتي مع انشيلوتي ما كرهناش كوكتي دويتي مع على داك يامال اللي ما بغاش يجي بحال جا ولا بحال ما جاش منو عاد هاد على خاطرو ميسي اش قال داك المعلق على محيله على اناحي قال واحد بحال بيت شعري يا سلام يا إلهي من أين أتى هذا الفتى؟ تهضروا عليا من أين أتى هذا الفتى؟ عرفتي المغاربة كل شيء فرحان احنا كاع فرحانين اليوم لما حققه الفريق الوطني من النجاح ودابا عندنا فريقة دابا نقدروا نهضروا على كرة ها؟ فراسكم التليفونات اللي جاوني من الخارج شحال؟ ولهذا ولا كيسولوا عليا الان شوف دابا كيسولوا تقريبا عرفتي لا لافوكا تبارك الله ولات لافوكا غلات بسبب هو غلات لافوكا والناس كلهم فرحانين ناشطين ودابا راه عيطوا ليا من الميريكان الجامعه ديالهم ديال كره القدم راهم عندهم عيطوا تعيطوا المغرب المغرب هذا وليكيب هذا كلشي وبلادهم اخرين تعيطوا لافوكا لافوكا عرفتي غادي يحماقوا ودابا جاتني واحد الفكره انا بغيت نتشاور معكم فيها دابا نتوما ولاد الحومه ديالي وانا نائب الرئيس بغيت نتشاور معكم ما كرهناش نديروا شي فريقه في الدرب عندنا هنا في ذاك الاطار ديال تقريبا الملاعب القرب وداك الشيء وانا غادي تجينا واحد المنحه من الميريكان باش نقدروا نبنيو تيرانات ولكن الشرط ديالهم خصها تكون عندنا فرقه وحنا دابا ما عندناش فرقه في الدرب كاينه الفرقه في الدرب كاينه فرقه انت غادي تستثمر دابا في الفرقه في الفريق النسوي اسمعني مزيان الكره لا ما تلعبوا كره ماشي دابا راه يسولوا وانا تريني بهم صافي صافي والبنات زعما غيلعبوا مزيان سي حماد عرفتي فين وصل الفريق الوطني النسوي ولا لا تخلاك بالله غادي ندبر لك شوف غادي نجمع لك بنات الحومه وننسي اختي تكون هي عميده الفريق شو بعد عليا اختك ننسي الله يرحم الوالدين شو غادي تشوفوا لنا هذه القضيه انا غادي نقترحها عليهم الا هما وافقوا عليها راه غتجينا منحه كبيره وغنبني لكم واحد ثلاثه ديال التيرانات نعم اسي ارتيفيسيال داك الشيء خضر كيلعلع الخطه على حسابي غادي نرجع لك الامجاد الوالدين انا نائب الرئيس ويلكم ويلكم يلا سيد مرحبا 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 You know, I had a great lunch today. Moroccan cuisine is delicious. Yes. Oh. Yes. By the way, why most of the offices are empty? نعم سيدي قال لك اغلبيه المكاتب ديال الجماعه ديالنا راه خاويين والموظفين ما كاينينش كيفاش بغيتي خاويين يا كان قلت لي نجيو مع 8 ونص اليوم وراني قلت لي من عمس قلت لي نجيو مع 8 ولكن راه الاغلبيه ما جاش كلشي دافع مرضي نصهم دافع مرضي عمس شوف فهموا باللي حنا الموظفين عندنا كيخرجوا ما كيمشوا عند المواطنين ما كايناش المواطن اللي يجي عندنا حنا كنمشيو عند تقريبا اذا المواطن فهموا هادشي مسير 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 Yes. They are working outside teleworking. Teleworking? Yes. Remote work, yes. Like in the US. Yes. I like that. Yeah, welcome, really? welcome. Thank you so much. What is this? It's national... national anthem? Yes. Oh, yeah, Morocco. It's in Arabic.
نمشي بحالي عافاك واخا تخليني نجمع حوايجي. الله يهديك الله يهديك يا ليلى. واش دابا اجبد بدخل عليك بالله الخصام ديالنا حنا لانك تقدمي الديميسيون ديالك؟ قولي عبد الله مش طارشيب الله يهديك. وانت باش جيتي تخلي نجمع حوايجاتي بعدا. ماشي عيب ماشي عيب انك دابا انت تمشي هكا. الله يهدي عليك الله يهدي عليك. قولي عبد الله مش طارشيب قولي عبد الله مش طارشيب معلي الشيطان. اجي اجي جلس سير جلس. الله يهديك فين غتمشي؟ واش دابا هادي عامين وحنا كنتسناو من ربي يسلنا وصوب لينا وجابنا الفرج بغيتي دابا تفرقوا حشومه. اجي جلس غير ارتاح ارتاحي بعدا نهضروا انا وياك شويه ونرجعوا الايام. تفكري ايام الزوينه ايام اللي كنا كنتساراو وتنخرجك ونجلسوا في القهوه في جنب لاكوط ونشربوا عصير وكنا كنهضروا. شحال من مره كنت نخرج كنساريك في الطوموبيل ديال الجماعه كنمشيو نتساراو ياك. اول مره الطوموبيل ديال الجماعه درت هذيك كابوطه بالعلاقه قبل كثير باش نبقاو نتساراو ونشموا الهواء ديال البحر. ودابا نسيتي ونسيتي ايام الموسيقى والنشر. انا نخدم لك الاغنيه ديالنا باش تبقاي تعقلي عليها. انت شوف تفكري تفكري ايام الزوينه. يا سلام. ها تلكازي غادي نعي كاينه في البيرو ديالك نعمس. حق راه خليتها الصباح في البيرو ديالي. مشات كاينه في البيرو ديالي. Wait, please. I hear some music. No, there is music. قالك الموسيقى ديال الموسيقى انا الموسيقى في الموسيقى المكتب ديالك العمس ديالي. وي اي قصر عندك المكتب. I really like that. Well, that team building right there, that's better than US. Morocco is a great country. Yes, yes. Seriously, I like it. Yes. غير كنعم سيدي باللي عجبتو هاد البروفيسور عجبتو السياسة ديالك في السير الجامعة والموظفين مسولاجين كيشطحوا يعني فرحانين ودير ليهم طريقة تيم بيلدينغ. أنا نائب الرئيس. أنا نائب الرئيس. You're so funny, Mr. Ahmed. Thank you. I give you that. By the way, my name is John Peterson. Peterson. Yes, my name is Mulay Ahmed. I like you. I like you too. Thank you so much. But for now, you have to excuse me because I have some work back at the embassy. Yeah, so I come back tomorrow. Oh, tomorrow. Inshallah. Bless you, Charlie. Bless you. Thank you so much. I like you. Bye. السلعه اللي كتقاطعنا حنا كنهضروا بالانجليزيه. الله يهديك. انا حيت قريت شويه ديال الانجليزيه تفهمت واش ضحكنا انا وياه. عاودت لي شويه النكات. السيد مشى ناشط. اش قال لك على الفلوس؟ غيعطيونا شي قريب فلوس في يدك. خاصها تكون عندنا فرقه ديال العيالات انا غنوجدها لك. مزيان. عندنا حنا شي فرقه معلوم. انا غادي نوجد لك فرقه اللي هو غيدوخ ملي غيشوفها. غتعطيني ربع ايام. انا قلت لي عطيني ربع ايام واجي عندي ان شاء الله غادي تشوف فرقه عمرك ما شفتيها. وهذا الشيء على حسابي انا. كون هان واش حنا غنضمنوا مونديال وانت باغي تبدا تخربق ليا مع الناس ديال الميريكان؟ واش هذا السيد هذا اللي جا دابا انت غدير لي فرقه في ربع ايام؟
باغي تدي كاس العالم بفرقه في 4 ايام سيري خلي انا راه عندي الوليد ديالي ميسي خاصك تعرف بان ميسي تبارك الله التجربه ديالو قويه وانا ديجا عندي تبارك الله البنات عازلهم كاينين موجودين الله يهديك عاودي غتحشمنا معاك كما درتي لنا مع دوك الناس ديال السيسيسكو دغيا على بنت كانت غتمشي لينا هذيك الصفقه كلها ودابا انت جاي كدير كو انت سي احمد راك رجليك خرجوا الشواري انت ما تسول اش تمعي ولدي انا معاك كيفاش معاك اش لقيتي درت شي حاجه يلاه دابا يلاه اختي غتزيد انت مازال كتنوع باش غدير لينا هاد السيد يطير حتى هو يمشي بحال ما قلت شي الحاجه الوحيده هو انني لقاني كنشطح اشنو فيها مرة واحد كيعجبو هو الحال قال لك تيم بيلدين عجبو الحال انت لا لا ليلى اللي كان تيقو فيك انا بالعماسي ديال الرئيس عمري ما درت هكا وكلشي منه هو كيفاش مني انا ضحيه ديالك انا ديما ضحيه ديالك احنا كاع ضحايا ديالك ضحيه ديالي ماني شاد عليك السيف علوم ضحكتي عليا وهمتيني بالحب وفي الاخر كنتي كتكذب عليا وشحال وانا كنتسناه شوف هاد السيده دير معها المعقول يا اما سير معها ديريكت صادقه ولا فارقه يا سمر يا سمر تتتن من أسك يا عود بالله صباح الخير شكون السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا ياك مشيت في شي وقت ماشي هو هذاك الله يا ودي رانا غير غافين كنشوف شي وجه جميل فهاد الوقيته هادي اغلبيه الوقت كنشوف غير نسباتي ولا ديك جارتي الحمد لله مرحبا لاله سلمى الله يسهلك وين جيك لاله لا سميتي سلمى الهاني استاذه اللغه العربيه ديال بنتك زينب يا سلام انت هي مدام سلمى يا سلام يا سلام تصوري ان بنتي هادي عام وهي كتزرغي عليك سلمى استاذه العربيه استاذه استاذه الفرنسويه لا الانجليزيه استاذه العربيه سبحان الله ولكن السي احمد انا يلاه شهر باش بديت معاهم شهر اذا الشهر بقات فيه بركه دابا كيجيب لي الله الشهر بحال العام مرحبا لاله مرحبا تفضلي مدام تفضلي مادموزيل مادموزيل لا اله الا الله الله سبحانه وتعالى ابغى يستجيب لي الدعاء ديالي مشات وحده مادموزيل وحده اخرى لا قلت لك بغيت كان عندي واحد الرومدي مع الوحده ونسيتو دابا طاح لي في بالي ومهم لكن باش عرفتي اللي سميتي السي احمد الله يا ودي السي احمد نائب الرئيس وشخصيه معروفه تبارك الله وانا متبعه الحمله الانتخابيه ديالك بارك الله فيك كل تواضع الناس كيزيدوا فيه شويه ولكن انسان متواضع تفضلي لاله مرحبا نجيب لك شي حاجه تشربيها لا شكرا السي احمد صراحه نجي نهضر معاك على قبل زينب زينب ياك لاباس شنو وقع لها لا ما تخلعش هي بنيتها مربيه تبارك الله مجتهده غير وكان هاد الايام ولات كتسهب بزاف في القسم ما كتركزش كاع وحتى النقاط ديالها تراجعوا بزاف فقلت نجي نشوف كيفاش عايشه في الدار واش عندها شي مشكل هي فعلا هذيك الايامات نيتي انا راحتها هاد يومين غير سد عليها في البيت ديالها وماشي هي هذيك والبارح هضرت معاها كانت بخير وكانت فرحانه زينب اجي بنتي اجي الاستاذه ديالك جات عندك الحمد لله اما انا ملي كنت كنقرا عمر الاستاذ ما عرفني فين ساكن هذا واجب السي احمد زينب بنتي لاباس عليك الحمد لله الساده علاش ما جيتيش البارح ما جيتش ما كانش فيه اللي يجي وحتى الصديقات ديالك قالوا لي ما بقيتيش باغا تشاركي في المسرحيه لا ما بقيتش باغا ما بغيتيش ياك قلتي لي عجبك الدور ديال جولييت ولكن روميو ما صدقش صافي سير لبيتك دابا عاد فهمت بنيتها في هاد لاج هذا شويه كتكون راك عرفتي لادوليسونس هذا اكيد روميو كاينه شي حاجه تما حيت كنرشحوا واحد البنيته في نفس القسم ديال زينب باش تلعب الدور ديال جولييت يمكن كاينه شويه ديال الغيره كما قلتي سي المراهقه قاصح شويه برافو لك استاذه برافو لك هذه الغيره انا ملي كنت صغير كانوا عاطيني الدور ديال عنتر كنت عبله الامي بدو عبله تقلقات هذيك عبله اللي كانت صدقت انا واخد جرير باش هي تبقى معها زبيبه بنت عنتر سبحان الله الوقت كتبدل ولكن خصك ترى عينها هي دابا ابتدى ظروفها لان البنت كبرات تقريبا قولي يتيمه لان 7 سنين ماتت امها مسكينه ما كانت طيبة وكانت جميلة جدا يا سلام كانت باش نقول لك
كانت القلب الكبير وتوفات مسكينة وتوفات وهي كتولد في بلية صغيرة اللي هي غويتها وبقينا كنا يتامى وتناعشت يتيم ربي العالمين أرجوك قي معنا عاونينا حنا علينا معكم أنا معكم أكبر رب العالم الله ها ساكي وها لا ديميسيون ديالي وانا ما بقيتش خدامه في هاد الاداره. مالك يا ليلى عاوتاني شنو خص بخاطرك؟ انا هاد خينا ما خداماش معاه في اداره وحده. شكون كذاب غدار كاع الحاجات خايبين فيه. لا حول ولا قوه الا بالله. راه خصك تفرقي ما بين الخدمه وما بين المسائل ديالك الخاصه. ايوا وظروفي انا ونفسيتي وكرامتي شنو غادي دير ليا فيهم؟ انا لا علاقه بهاد الكرامه اللي قلتي، انا غادي نزيدك 20,000 ريال في الاجاره ديالك. اش قلتي؟ 20,000 ريال؟ ما خدامش ليا. 20,000 ريال شحال هي بالدرهم؟ هي 20,000 يا 1000 درهم. ايوا واقيلا كون زدتي واحد 500 درهم. شوف هنا واخا على قبل الكرامه ما يمكنش نفوت 20,000، ولكن عدتي تبارك الله خدمتي معنا شلا ايام وشلا وقت، نعطيك على الله 30,000 ريال على قبل هذيك الكرامه. 30,000 ريال؟ 30,000 ريال شحال هي بالدرهم؟ هي 30,000 ديما كان 100,000. ايوا كلشي بالعلالي. كلشي بالعلالي. قدم لكم هذا البرنامج بمساهمة ميزيدور وإير دو ريش بوند.